يعتبر هذا المهرجان 15، طبعتي 15 مهرجان يعني ذات أهمية كبرى، وعلى هذا الحضور سيد الوالي كان يعني جد فرحان بهذا المهرجان، وفيه يعني وفود متوافدة من كل الولايات. عندنا لوحات زيتية، عندنا لوحات أقلام رصاص، وعندنا لوحات أقلام ملونة كريون كولور. أول مرة نشارك هاي المعرض هذا، نتمنى انه ولايه صدف نشرفوها ان شاء الله. اولا قبل كل شيء، احنا يا جمعيه رواد الامل لذوي الاعاقه لولايه قسنطينه اول مره نشاركوا في هذا المعرض. جينا حبينا نبينوا جزء من برنامج تاعنا تاع الجمعيه اللي درناه في خدمه المعوقين، هو انه نخليو الفن في خدمه الاعاقه باش المعوق يبدل شويه النظره تاعو ويعود عنده طموح للمستقبل وعنده امل واراده.